الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللي معنى في كسر إشارة أكبر للمعنى في طرف توجه كرو الدنيا ما جتنا لوگ آئے موت تب کلمہ نہیں پڑا اسباب بڑے بنائے تو یہ مرضے ہے جنہوں نے موت تک کلمہ نہیں پڑا جب موت کا وقت ملا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللي معنى في كسر إشارة أكبر للمعنى في طرف توجه كرو الدنيا ما جتنا لوگ آئے موت تب کلمہ نہیں پڑا اسباب بڑے بنائے تو یہ مرضے ہے جنہوں نے موت تک کلمہ نہیں پڑا جب موت کا وقت